شو بدك عادل؟ والله ما بدي شيء، بس انا يا ريت بترجعي لي. بس عم تمزح؟ ايه عم تمزح؟ لا ليه بدي امزح؟ شو انه ترجعي لي؟ عادل خلص، شو بدك هلا عند هالصبح؟ يعني بعدني فايقه ورايقه، ما بدي هلا اقعد اسمع حديثك البايخ. يعني ليه حديثي بايخ؟ عم بقول لك رجعي لي. شو فيها؟ شو رجعي لي؟ ما بقى تعيدها هيدي كمان، يعني انه عم تفتح لي جروحاتي، يعني جاي تغيظني؟ عم بقول لك طب اعملي معروف رجعي لي. شو بك عادي؟ شو رجعي لي؟ شو هيك كلمه بتنقال بالتام هيك؟ يعني رجعي لي بقوم انا دغري برجع لك؟ ايه بس شو عم بقول لك رجعي لي؟ رجعي كيف كيف بدي ارجع لك عادي؟ مفكرها هالقد هيني؟ بوس اجرك رجعي لي. هالقد هيني هي؟ اعملي معروف. طب شو هيدا اعملي معروف؟ يعني بدك تراضيني؟ بدك شي شهرين ثلاثة تحكي لي لا اقبل ارجع لك؟ ولا بدك عملت فيي العمايل؟ ولا ضلت على فترة انا من جوا مجروحة، البنات رايحة بنات جاية وتخبيصات، وكل هيدي الفترة من كل عينك بعد كل اللي عملته فيي انا هلا ارجع لك وبسهولة، لأنه حضرتك قلت لي هلا الصبح اليوم انه رجعي لي. بس بقى بس شو بك يا عمي؟ الصبح شو في عم شو بك؟ ارجعي لي ارجعي لي انت على الصبح، من هيك توترت هلا انا؟ لطيزي 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 لا ترجعي لي.